الفريق، تحدثت عن نقاش دار مع رئيس المكتب السياسي سيدي الحماسي سيد خلينا اكمل لك، اطلعنا على ما دار في هذا النقاش. اكيد حتى اكيد اكيد انا حقول لك اللي بدي احكيه كويس وحتسمعه. يا سيد العزيز، احنا هذا أولوية بالنسبة لنا الآن. احنا قبل كمان أثناء أو من بداية الحرب، احنا في حركة فتح أخذنا قرار وتوجه، وإحنا منفتحين على الجميع، ولكن إحنا ما بدنا نروح على مربع الحوار اللي برأيي في مرحلة زي هيك ملوش معنى. إحنا حاولنا وما زلنا نحاول أن نطور أرضية مشتركة، وقلنا لأخواننا في حماس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، تعالوا لبناء مقاربة سياسية إلها علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والقدس عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين بموجب قرارات الأمم المتحدة على حدود 67 وفي قرارات الشرعية الدولية. بدنا كمان مقاربة نضالية. اللي حصل في 7 أكتوبر أنا بقول لك هز العالم وغير معالم الصراع، ولكن كمان هو كان صرخة في وجه هذا العالم المتنكر، وردة الفعل أعتقد إيجابية.